أهلا بكم مشاهدينا. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تسير السعودية على خطى الإمارات وتوقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. تصريحات ترامب أتت بعد ساعات فقط من تصريح لوزير الخارجية السعودي قال فيه إن المملكة ملتزمة بالسلام مع إسرائيل على أساس مبادرة السلام العربية التي طرحت عام 2002. نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد بأن السعودية ستلحق بالإمارات في اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل. هذا ملخص إجابته على سؤال من الصحفيين في واشنطن. ربما لزمت الرياض الصمت رسميا عن دعم أو معارضة الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، وهي على لسان وزير خارجيتها، وإن كانت تؤكد التزامها بمرجعية مبادرة السلام العربية والحيلولة دون ضم أراض فلسطينية، فإنها ترحب بما أسمتها بالجهود الرامية لتعزيز السلام في المنطقة. تظل المملكة العربية السعودية ملتزمة بالسلام كخيار استراتيجي مبنيا على خطة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة. نقدر جميع الجهود الإيجابية التي تهدف إلى تحقيق السلام. ويبدو أن بعض العواصم العربية تقف في صف انتظار الدخول في اتفاقات مماثلة، إذ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي تواصل مع وزراء خارجية 5 دول من بينها الإمارات وعمان، في وقت كشفت فيه صحيفة يديعوت أحرنوت أنه من المقرر أن يزور رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين العاصمة البحرينية المنامة بعد الانتهاء من محادثاته في أبوظبي، وهو ما يرجح بأن المنامة قد تسير على ذات الدرب الذي سلكته جارتها وحليفتها أبوظبي. قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنوار قرقاش قال إن تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية كان مسألة وقت وإنه يمثل تطورا طبيعيا لمجرى العلاقات بين البلدين. قرقاش أضاف أن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي يجب أن يزيل أي عوائق تحول دون تمكن الإمارات من شراء طائرات F-35 المقاتلة من الولايات المتحدة. لقد عبرنا عن رغبتنا في شراء مقاتلات F-35 منذ نحو 6 سنوات، ليس هذا أمرا جديدا، ونحن لدينا مطالب مشروعة، وأعتقد أن الحصول على تلك الطائرات المقاتلة يجب أن يكون أسهل بعد إزالة احتمال اندلاع أي حرب أو صراع مع إسرائيل. وفي تداعيات خطوة الإمارات التطبيعية مع إسرائيل أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف عدم زيادة شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من التقارب مع أبوظبي. وبحسب الاستطلاع فإن كتلة اليمين المتحالفة مع نتنياهو تستطيع تشكيل حكومة أقلية بواقع 36 عضوا في الكنيست دون الحاجة إلى التحالف مع حزب أزرق أبيض. تحالف أراد منه نتنياهو مكاسب سياسية، لكنه حتى الآن لم يحصل عليها. استطلاع جديد للرأي لم يعطي نتنياهو فارقا واضحا عما كان قبل اتفاق التحالف والسلام مع الإمارات. 29 مقعدا لحزب الليكود بفارق مقعدين فقط عما أعطته الاستطلاعات في السابق. هناك إرضاء للشعب الإسرائيلي، ولكن هل هذا الإرضاء سيتحول لصالحه في الانتخابات أم لا؟ هذا السؤال المطروح. أنا أعتقد بأنه سيوقف حالة النزيف التي تعرض لها. استطلاع يأتي في وقت باتت فيه إسرائيل أقرب إلى انتخابات مبكرة من أي وقت مضى. تزداد القناعة لدى بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض ووزير الأمن أن نتنياهو يقود إسرائيل إلى انتخابات جديدة، وتبقى الخشية داخل أزرق أبيض من عدم تنفيذ نتنياهو اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة مع بيني غانتس. نتنياهو يريد انتخابات لأن كتلة اليمين في الاستطلاعات، كتلة اليمين ككل، قد تتفوق ب 63 مقعد على الأقل، وهذا ما يريده. يريد التخلص من غانتس من أجل إقامة حكومة إسرائيلية يمينية بحتة. حتى بداية الأسبوع المقبل كل شيء سيبقى مفتوحا. ربما ينتظر نتنياهو حتى الدقيقة الأخيرة كي يقرر إعلان انتخابات مبكرة، وحل الكنيسة هذه المرة سيكون تلقائيا،
في حال عدم اتفاق الليكود وأزرق أبيض على قانون تأجيل ميزانية الدولة. أما الشارع الإسرائيلي وكما يشغله التحالف والتطبيع مع الإمارات، تشغله أيضا أزمته الاقتصادية ومشاكله الداخلية، وربما ستؤثر على اختياره في صناديق الاقتراع. حتى وإن لم يحمل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي فائدة مباشرة لنتنياهو في معركته الانتخابية المحتملة، إلا أنه من المؤكد أن هذا التحالف عاد بالفائدة على إسرائيل. أحمد جرادات، العربي، القدس. يبقى معنا أحمد جرادات من القدس. أحمد، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية خبرا عاجلا قبل قليل، وهو أن بنيامين نتنياهو غادر اجتماعا وزاريا كان مخصصا لفيروس كورونا لمتابعة شأن قومي. هل من تفاصيل أوفى؟ نعم وائل، يعني على غرار ما حدث الخميس الماضي عندما غادر نتنياهو أيضا اجتماع لكابينة الكورونا وعاد وقال بأنه تم الاتفاق مع الإمارات بتطبيع العلاقات وإنشاء هذا التحالف الجديد، اليوم أيضا انسحب من هذا المؤتمر أو من هذا الاجتماع الخاص بمناقشة أمور كورونا، وقال بأنه ذهب من أجل حاجة قومية هامة لإسرائيل. حتى الآن لم تتضح الصورة إن كانت هناك عمليات تطبيع جديدة أم هناك من يرجح إلى إمكانية أن هذه الحاجة القومية هي حديث بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن الإسرائيلي بني جانتس من أجل محاولة إرجاء الانتخابات أو عدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة. حتى الآن الصورة ليست واضحة بشكل كامل إن كانت على غرار الأسبوع الماضي أم إن كانت من أجل عملية تجنب الانتخابات الرابعة التي يمكن أن تكون في أي لحظة. بخصوص الانتخابات، هناك محاولات إسرائيلية حالية للتوسط بين حزبي الليكود وأزرق أبيض من أجل إرجائها وعدم الذهاب إليها، حتى أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفن ريفلين دخل على هذه الطريق وسيجتمع بكل من حزبي الليكود وأزرق أبيض لتجنب هذه الانتخابات، حيث تعاني إسرائيل في الفترة الحالية من أزمة جديدة يمكن أن تؤدي إلى انتخابات رابعة ستكون خلال عام ونصف. هذه الانتخابات أو هذا في هذه الفترة إن لم تنجح الأحزاب الإسرائيلية وتحديدا الليكود وأزرق أبيض بالتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة العامة للدولة حتى منتصف يوم الاثنين الثلاثاء المقبل، فإن ذلك سيعني حل الكنيسة تلقائيا. كما قلت، حتى الآن لا توجد معلومات مؤكدة عن السبب الرئيسي لمغادرة نتنياهو لهذا الاجتماع. شكرا جزيلا أحمد جرادات في القدس.